على عكس الإصدارات السابقة من فيروس كورونا واللي كانت بتستهدف أكتر كبار السن والشباب، فإنه تحور دلتا دلوقتي بقى بيصيب الأطفال وبيضرب الفئة بتاعة الأطفال بشراسة، وكمان للأسف بتكون الأعراض بتاعته صعبة جدا وبتعمل مشاكل كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ببساطة مع دكتورة مي جنيدي. وفي الحلقة دي احنا هنتكلم عن المتحور دلتا في الأطفال، فخليكم معايا لآخر الفيديو لو عايزين تعرفوا القصة بتاعة المتحور دلتا وإيه وضعه بالنسبة للأطفال، وهل الحالات اللي بيتم تشخيصها ان هي تم اصابتها بفيروس كورونا المتحور دلتا هل الموضوع بيبقى خطير، وهل بيوصل للعناية المركزة، نسب الوفيات اخبارها ايه، ويا ترى الموضوع يدعو للقلق ولا في بارقة امل. في البداية أنا حابة أني أطمن حضراتكم، ما تقلقوش، الفيديو ده إحنا عاملينه علشان نطمنكم أن بالرغم من أن المتحور دلتا بيضرب الشريحة بتاعة الأطفال بشدة، وبالرغم من أن المستشفيات في أمريكا قالت أن متحور دلتا بيتارجت أو بيقصد الفئة بتاعة الأطفال والرضع، وعلى الرغم أن العيادات والمستشفيات في الوطن العربي كله وفي مصر عندنا مليانة بأطفال تمت إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا، ولكن المطمئن في الموضوع ان المتحور دلتا لما بيصيب الاطفال، الاطفال الحمد لله بيتعافوا منه. صحيح الاعراض بتبقى شديدة شوية او نقدر نقول شويتين، وصحيح ان الموضوع بيطول معاهم كفترة زمنية لغاية ما يوصلوا لمرحلة التعافي، لكن الحمد لله معظم الاطفال دولت بيوصلوا لبر الامان والموضوع بيعدي معاهم على سلام. طيب احنا عايزين نعرف ايه القصة بتاعة المتحور دلتا مع الاطفال. اول حاجة للي ما يعرفش ايه الموضوع بتاع المتحور دلتا، احنا كنا عملنا عليه حلقة كاملة، هسيب لحضراتكم اللينك بتاعها في الصندوق بتاع الوصف، هتعرفوا بقى القصة بتاعة متحور دلتا كلها وازاي جه ووصل لفين واعداد الناس اللي حصل لها اصابة بيه على مستوى العالم كله وايه الاعراض بتاعته وازاي نتعامل معاه. لكن النهاردة الحلقة دي هتكون مخصصة عن الاطفال فقط اللي هم تحت 12 سنة الرضع والاطفال. مبدئيا المتحور دلتا من أشرس المتحورات أو الفصائل اللي طلعت من فيروس كورونا في شدة الإصابة بتاعتها وسرعة الإصابة، يعني هو بيبقى سريع الانتشار وسريع العدوى، علشان كده هتلاقوا إن الأعداد ابتدت ترتفع تاني على مستوى العالم نتيجة للإصابة بالمتحور دلتا. وبالنسبة لنا إحنا في مصر إحنا ابتدينا بالفعل ندخل في الموجة الرابعة اللي هي الموجة الجديدة من فيروس كورونا، وابتدت المستشفيات تقفل تاني عزله، وابتدت الأعداد تزيد سواء في المستشفيات سواء في العيادات سواء حتى في الناس اللي هم في البيوت عزل منزلي، وده كان نتاج طبيعي جدا للفترة بتاعة الأجازات بتاعة الصيف. كل الناس كانت بتصيف، كل الناس كانت مش واخدة بالها من الإجراءات الاحترازية، الأفراح كانت شغالة والحفلات والسينمات والزيارات والتجمعات، فبناء عليه الانتشار بتاع الفيروس كان عالي جدا جدا في الفترة دي، وابتدت الموجة تعلى وابتدى الكيرف يطلع، وابتدى يطلع الكيرف بدري عن الميعاد المتوقع بتاعه تقريبا في بشهر كامل. الأعراض بتاعة الإصابة بالمتحور دلتا في الأطفال المرة دي شديدة شوية، والموضوع بيستمر بياخد وقت أطول من المعتاد، وبنلاقي أن الطفل بيبتدي يشتكي باحمرار في عينيه، يبتدي يطلع له طفح جلدي على مستوى الجسم، نبتدي نلاقي ان هو عنده ألم في البطن وعنده إسهال وساعات بيبقى عنده قيء، كمان بتلاقي الطفل درجة حرارته ارتفعت وبيبقى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، يعني مش فكرة ان هو يعني نص درجة او درجة، لا ده بيبقى ارتفاع شديد، بيدخل في مرحلة ان هو بيبقى عنده حمى. كمان بيبتدي حاسة التذوق وحاسة الشم يتأثروا، ونبتدي نلاقي فيه سيلان في الأنف، صداع، تكسير في الجسم، همدان، فقدان للشهية، وتلاقي الطفل كده يا عيني عنده إعياء ومش قادر يسلب طوله بالبلدي.
طيب بالنسبة للوقاية أنا أعمل إيه علشان أنا أولادي ما يتعبوش؟ طبعا بعد حفظ ربنا إحنا لازم يكون لينا دور ولازم ناخد بالأسباب. فأول حاجة أنا ما ينفعش أخد أولادي كل شوية وروح أماكن فيها تجمعات، زي ما قلنا إن التجمعات بتبقى خطر لأن نقل العدوى فيها بيبقى زي انتشار النار في الهشيم. نتجنب إن إحنا نقعد نبوس في الأطفال الصغيرين، إحنا الأطفال الصغيرين خصوصا الرضع بيبقوا جميل كده وبنبقى عايزين ناكلهم يعني، بس مش معنى كده ان انا اقعد بقى ابوس في المنطقة بتاعت الراس دي المفروض ان ممنوع ان احنا نبوس فيها الاطفال، لان التقبيل ده وسيلة يعني عنيفة لنقل العدوى. كمان انا لو في اي حد من افراد الاسرة بتاعتي ظهر عليه اي اعراض لازم يتم عزله مباشرة على الاقل 10 ايام من بداية ظهور الاعراض، لان انت لو ما عزلتهوش انت بتدمر كل افراد الاسرة. خدوا بالكم كمان ان الاطفال دول عاملين زي الفراشات اللي عمالين ينقلوا العدوى من شخص لشخص، طفل صغير يروح لجده يبوسه، يروح لتيتا يبوسها، يروح لبابا يبوسه، يروح لاخواته، فهو عمال ينقل العدوى ما بينهم وبين بعض. جايز هو ما يتاثرش وجايز العدوى ما تظهرش عليه، لكن هو بيبقى ناقل للعدوى وان كان سايلنت. فالاطفال الصغيرين يا ريت ان احنا ما نحطهمش في تجمعات. تاني حاجه لازم ان احنا نراعي التباعد الاجتماعي، لو موجودين في اماكن يا ريت ما تكونش اماكن زحمه، ولو مضطرين للتواجد في اماكن زحمه يبقى نلبسهم الماسكات، ولو الاطفال اقل من 5 سنين ومش عارفين يلبسوا الماسكات خليهم يلبسوا الفيس شيلد. فلازم دايما كمان ناخد بالنا من غسيل ايديهم دايما ووشهم بالميه والصابون، دايما تعقيم الايد، والام لازم تخلي بالها ولازم دايما تعقم الاسطح في بيتها، ولازم تنظف البيت كويس، ولازم الحاجات اللي جايه من بره تاخد بالها ان الطفل ما يلمسهاش الا لما يعني تتنظف وتتعقم. يبقى احنا بنتكلم عن التباعد الاجتماعي وبنتكلم عن الكمامه وبنتكلم عن التعقيم وبنتكلم عن النظافه الشخصيه بتاعه الاطفال وبنتكلم عن عزل المصابين وبنتكلم عن التوجه للمستشفيات بمجرد الشك ان انا عندي طفل ممكن يكون مصاب بكورونا. كمان بالنسبة للناس اللي قررت ان هي هتاخد التطعيم، انا هنا بتكلم على اللي واخد قرار ان هو هيطعم، اللي مش عايز يطعم هو حر. الشخص اللي واخد قرار ان هو هيطعم ده انسب وقت ان هو يروح ياخد التطعيم فيه، لان احنا داخلين على موجة رابعة، والموجة شكلها كده هتبقى شديدة شوية ويعني واخدة في سكتها الاخضر واليابس من الاطفال اللي ما كانوش بيصابوا قبل كده. فلو حضرتك واخد القرار مع نفسك ان انت هتطعم يبقى ده ممكن يكون انسب وقت ان انت تاخد التطعيم. اخيرا لو الطفل اللي عند حضرتك رضيع فاستأذن حضرتك لازم تهتمي بموضوع الرضاعة الطبيعية، لان الرضاعة الطبيعية بترفع مناعة الطفل وبتخلي مقاومته للامراض بتكون اعلى بكتير من الطفل اللي بيرضع لبن صناعي. وزي ما قلنا ان احنا نحاول نقوي المناعة بتاعتهم بكل الطرق الممكنة، عن طريق الاكل وعن طريق السوائل وعن طريق الشمس وعن طريق الهواء المتجدد في البيت. واخيرا ويمكن ده اهم من كل حاجه احنا قلناها، ان احنا نستودعهم عند ربنا وندعي ربنا ان هو يحفظهم ويحفظنا ويحفظ حضراتكم جميعا من كل شر ومن كل سوء. انا كده خلصت الحلقه بتاعت النهارده. لو لقيتوا ان الحلقه كانت مفيده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير علشان غيركم يستفيد، علشان الناس ممكن يكونوا مش عارفين القصه اللي احنا موجودين فيها او داخلين عليها، فالفيديو ده بيبقى يعني بيعرفهم الدنيا تمشي ازاي، فخلي غيرك يستفيد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.